بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكل محبي قناتي قناه ياسمين في اليوتيوب واخبار النجوم. قبل ما ابدا معاكم الفيديو النهارده بشكر كل الناس اللي سالت عليا، لاني طبعا بقالي 3 ايام ما عملتش فيديوهات. الحياه ما بتمشيش على وتيره واحده، والانسان في حياته بيمر بظروف صعبه، احيانا مشاكل واحيانا مشاكل نفسيه او صحيه، لكن في الاخر بنقول الحمد لله. بشكر كل الناس الجميله اللي سالت عليا، والحمد لله انا دلوقتي احسن ورجعت لكم مره تانية. ان شاء الله هنبدا مع بعض الفيديو النهارده. النهارده عندنا اكتر من خبر، هنشوف الخبر الاول بيقول ايه. كلنا عارفين طبعا الفتره اللي فاتت واتكلمنا عن ازمه فيلم اصحاب ولا اعز، واللي قلبت السوشيال ميديا، مش السوشيال ميديا في مصر بس بل في الوطن العربي كله. الحقيقه الموضوع خلاص هدي، وبعد ما هدي الموضوع خرج موضوع تاني مشابه، والحقيقه كان صدمه للجمهور. فيلم جديد، الفيلم ده سلك نفس نهج فيلم أصحاب ولا عز. الفيلم ده اسمه بشتاق لك ساعات. المصيبة أن الفيلم طبعا بيتكلم عن المثلية الجنسية صراحة. الفيلم ده إنتاج مشترك لعدة دول. المصيبة أن الفيلم بيروج للمثلية الجنسية، وفي الحالات دي بيخرج المحامين الشرفاء المحترمين بيقدموا طبعا إنذار رسمي أو بيقدموا بلاغ للنقاب العام. ومن هنا بقى أيمن محفوظ المحامي بالنقد اتأدب بإنذار رسمي لرئاسة مجلس الوزراء لإسقاط الجنسية المصرية عن محمد حسن شوقي المخرج المصري اللي بيعيش في ألمانيا، وده بسبب إخراجه الفيلم ده، فيلم بشتاق لك ساعات. وطالب من خلال برنامج مصر جديدة مع إنجي أنور واللي بيبث على قناة ETC مساء يوم الثلاثاء، طالب بسرعة إسقاط الجنسية المصرية عن المخرج لأن الجنسية المصرية شرف. وصرح الأستاذ أيمن محفوظ إن الشعب المصري مش ممكن أبداً يقبل نوعية هذه الأفلام، وبالفعل هو عنده حق. وأضاف كمان وقال إن هو تم عرض الفيلم المصري الوحيد بمهرجان برلين السينمائي. الفيلم بيحمل اسم بشتاق لك ساعات. قصة الفيلم بتدور حول علاقة حب بين رجلين تشجيعاً للمثلية. الحقيقة كمان سأل سؤال مهم جداً، ليه بتتناقش فكرة الجنس في العروض السينمائية هذه الأيام؟ الفيلم كمان ليه اسم تاني، Shall I Compare You to a Summer's Day؟ أثار الفيلم ده جدل كبير جدا بعد الإعلان عن مشاركته في الدورة 72 من مهرجان برلين السينمائي. الحقيقة المنتشر إن الفيلم مش هيتعرض تجاريا في مصر، طبعا لعدة أسباب كلكم عارفينها، وكان أولها عدم رغبة جهات الإنتاج في خوض معارك مع الأجهزة الرقابية في مصر. ده لأن الفيلم فيه مشاهد حميمة أو مشاهد جنسية بين ممثلين ذكور، وده اللي بيتنافى مع قوانين الرقابة المصرية. الحقيقة مش الرقابة بس، لا قوانين الأخلاق ولا الدين ولا العادات ولا التقاليد اللي اتربينا عليها. ليه الأيام دي بالذات فعلا بيحاولوا ينشروا فكر زي ده؟ غريبة جدا. خلصت كل مشاكلنا وموضوعاتنا وبندور دلوقتي على موضوعات شاذة؟ سبحان الله، واضح جدا ان دي خطة ممنهجة لتغيير الثوابت والقيم والاخلاق اللي تربينا عليها. الحياة الفيلم ده متصور من اكتر من سنة، لكن النسخة اللي تم عرضها على النقاد وجهات التمويل ما كانتش كاملة، وقام مخرج العمل بإجراء بعض التعديلات الخاصة بمنتاج الفيلم وكملوا التصوير بعد كده. هقول لكم دلوقتي الفيلم ده بطولة مين. بطولة الممثل المصري أحمد الجندي، واللي بيقع في خلاف مع حبيبه سبحان الله، وده بسبب علاقات متعددة. بيشاركوا في البطولة دنيا مسعود، وتقوم طبعا بدور الراوي، وده على طريق الشهرزاد في حكايات ألف ليلة وليلة، بالإضافة إلى سليم مراد وحسن ديب وأحمد عوض الله. والمصيبة هنا الأكبر إن الفيلم ده هيتعرض بس على أحد المنصات المشهورة، وكالعادة الناس طبعا هتدور عليه وتشوفه. وبكده بقى نقدر نقول ان المنع التجاري ده لعرض الفيلم ملوش اي صفة، وان الناس برضو هتشوف نفس الفيلم. وهنا بقى لازم الجهات المسؤولة هي اللي تتدخل ان الفيلم ما يتعرضش على اي منصة، حتى لو بالاشتراك ما يدخلش مصر اصلا. وعايز اقول للناس اللي بتحاول تروج لمثل هذه الافلام ان ثوابتنا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وديننا قبلهم مش ممكن يتغير ابدا مهما عملتم. هنفضل مسلمين وهنفضل مصريين وهنفضل محافظين على عاداتنا وتقاليدنا واسلامنا. والفن لا يحاكم، والفن فوق الجميع، والفن يعمل اللي هو عايزه، والكلام الفارغ ده. ثم بعد كده بقينا نقول هو في فيلم هيهد البلد، هو في فيلم هيأثر في المجتمع. في فيلم يأثر في المجتمع. طب الفكرة دي طرحت قبل كده؟ الفكرة دي طرحت قبل كده، لكن مش بتتروج ليها. أنا بدل ما حضرتك يا أستاذة إنجي، مع احترامي الشديد ليكي وقناتك العظيمة، بدل ما تجيبي معايا مداخلة رأي آخر، أنا عايز مواطن مصري، مواطن مصري عادي جدا هيقبل إن في مواطن مصري يحمل الجنسية المصرية بيحمل هذه الأفكار؟ أعتقد أبدا لأ. النقاد اللي بيحاولوا يحلوا الفن. وده كان الخبر الأول معانا في حلقتنا النهاردة. تعالوا نشوف مع بعض المشكلة التانية أو الخبر التاني. الحقيقة كل فترة إلهام شاهين تطلع بتصريحات، التصريحات دي بتثير جدل على السوشيال ميديا. الحقيقة الشد والجذب ما بين إلهام وأحمد فلوكس كان على الفيسبوك. الحقيقة كلنا عارفين إلهام شاهين دايما بتدافع عن القبلات في الأفلام، وأي جدل يثار على السوشيال ميديا بخصوص القبلات أو المشاهد الحميمة هي أول من يدافع عن هذه المشاهد. هنشوف مع بعض إيه اللي حصل بالظبط.
وبداية الموضوع لما أعلن المخرج هادي الباجوري زوج الفنانة ياسمين رئيس أعلن عن موافقته على تأدية زوجته مشاهد رومانسية في الأفلام، وأكد إن ما عندوش مانع أبدا إن يتم تقبيل زوجته في الأفلام. ودافع المخرج كمان عن هند صبري، وده بعد ظهورها ببدلة رأس زي ما كلنا سمعنا أو عرفنا في المسلسل الجديد البحث عن علا، وقال إحنا شعب بيمشي بمايوهات على البحر وبنسقف للرقصات في الأفراح وبنعترض على بدلة رأس في مسلسل. فرد عليه أحمد فلوكا سؤال، وده في تدوينة على الفيسبوك، قال له ناسمين اللي بتسيب بناتها أو زوجاتها يلبسوا مايوهات؟ مش فاهم، اتكلم عن نفسك يا ريس وعن نوعك. واضاف انت ما عندكش مشاكل ان مراتك تتبقس، ده موضوعك مش موضوعنا، براحتك، لكن ده انت وده نوعك، انما احنا لا. انت بتقول ايه؟ اتق الله. انا شايف لو هي مش مستعده للهجوم كمان ما تشتغلش الشغلانه، ما ينفعش تيجي بقوانينك، ما ينفعش. رد تقول ايه لو الدور اللي لازم كده والعمل يسمح وموظف متوظف لده تعمل؟ ما عندكش مشكله؟ لا. وكمل تدوينته وقال، يعني واحد بيشم بقى يبقى كل الناس شمامة؟ واحد فاشل تبقى كل الناس فشلة؟ للأسف الكلام متاخد عنوان، وللأسف أنا مش فاهم يعني والعمل ليه ناجح حتى شريهان وعودتها سواء مسرح أو إعلان، أنا مش هتكلم. وكمل كلامه من هذا القبيل وقال، إمتى المهنة دي تتعدل؟ إمتى تنضف؟ خلوها تنضف. وعلى الفور تدخلت هنا إلهام شاهين، قال الزمان كان كل الأفلام الراقية المحترمة كان فيها بوس، بوس للبطلة، إنما دلوقتي بيعتبروها شيء منافي للأخلاق، حصل تغير كبير في المجتمع. ده كلام إلهام شاهين. فتدخل أحمد فلوكس على الفيسبوك وقال، بعيدا عن معزتك، طبعا يقصد إلهام، ممكن استأذنك ما تتكلميش تاني في الكلام ده؟ البوسة بنعتبرها حاليا منافية للآداب. أمال إمتى يا فندم نعتبر الشيء منافي للآداب؟ وتابع كلامه تصريحاته الموجهة لإلهام شاهين وقال، طب سيبك من كل ده، الدين إيه؟ الشاشة اللي بتربي أجيال وبتشكل وجدان دي إيه؟ مش بتربي وحوش؟ وهي كالعادة ردت عليه بالطبع وقالت، أنا أكبر من إني أرد، أسلوب الكلام حقيقي لا يليق إنه يطلع من فنان، وأنا شايفة اللي مش عاجبه مهنة الفن يسيبها. الحياة شد وجذب وأخد وعطاء، الحياة مش عارفة ليه، مش عارفة ليه دايماً إلهام شاهين بتطلع تدافع عن المشاهد دي، مع إن المفروض هي دلوقتي تركز في شغلها أكتر، لأن دلوقتي الأدوار اللي بتناسب لها هي أدوار الأم أو أدوار الجدة، فياريت تتكلم عن المشاهد اللي هي ممكن تأديها في الفترة اللي جاية. الحقيقة الناس كل ما تكبر مش إلهام شاهين بس بتبص لآخرتها، مش بتبص لدنيتها، وده لأن عقلها بيكون نضج وبيكون في فكرة أحسن، فكرة يوجهنا للصح، للطريق المستقيم، للفن الراقي، الفن اللي ممكن يعبر عن كل شيء في حياتنا وعن واقع حياتنا اللي بنعيشها بدون ما يقدم أي مشاهد فيها إسفاف أو مشاهد تكون مخلة أو مشاهد حميمة. هو يعني ما ينفعش نعبر عن مشاعرنا أو عن المشهد اللي عايزين نأديه غير بالبوس والأحضان؟ سوري يعني في اللفظ. الحقيقة مش عارفة أقول إيه، ناس كتير عايزة تغير مبادئنا وأخلاقنا، لكن طبعا مش ممكن هتتغير أبدا. الحقيقة أنا بحيي جدا أحمد فلوكس على رأيه ده، ومش أحمد بس اللي بيدافع عن المشاهد المحترمة أو عن الفن الراقي، الفنان يوسف الشريف أيضا وفنانات أيضا، مش فنانين بس، زي الفنانة ياسمين عبد العزيز اللي مشاهدها كلها جميلة، والفنانة عبلة كامل والفنانة ماجدة زكي الحقيقة، وعندنا غيرهم كتير، غيرهم طبعا من اللي بيدافع عن المبادئ والقيم والأخلاق حتى أثناء تأدية أعمالهم، والله يرحمها طبعا الفنانة الجميلة سهير البابلي. ومعنا خبر تاني النهاردة أيضا بخصوص الفنان فاروق فلوكس، أبو الفنان أحمد فلوكس. الحقيقة مش عارفة أحمد فلوكس ولا فلوكس. الحقيقة في برنامج كلمة أخيرة صرح بعض التصريحات، ودي اللي أثرت الجدل على السوشيال ميديا. قال إن هو عايش من معاش النقابة، نقابة الهندسة، لأنه طبعا بالفعل كان مهندس، وقال إن بقاله 5 سنين من غير شغل في الفن وعايش على معاش الهندسة. قال من غير كده كنت هبقى لايس. قال كمان أنا عايش بحب الناس وتقديرهم ليا. وقال إنه راجل قدري بيؤمن بقدر الله، وقال لو لقى دور مناسب ليه دلوقتي هيعملوا على الفور. والتصريحات دي الحقيقة أثارت جدل على السوشيال ميديا، وصوروا الفنان فاروق كأنه قاعد بالعصاية قدام الباب بيشحت، وده على حسب وصف أحمد، ووصفوه كمان بأن ابنه رميه. فأحمد على طول خرج مستنكر كل الكلام ده، وقال لما والدي خرج مع لميس الحديدي شرح لها ان هو عايش على معاشه كمهندس، وان هو لو كان معتمد على الفن كان زمانه بيشحت. دي رسالة واضحة ان الفن شيء لا يعتمد عليه. لكن انا بقالي 5 سنين قاعد في بيتي. 5 سنين وتقولي طبعا انت عايش ازاي؟ انا مش غني، انا غني بحاجه واحده بس، بحب الناس وتقديرهم ليا في كل مكان. لكن انا عايش على معاش بتاع كل هندسه، وده معاش كويس، معيشتي كويس، غير كده انا كنت اروس. ان الحقيقه ان فاروق فلوكس يعني بما معناه ان اللي يقرا يحس ان اللي فاروق فلوكس ده قاعد بالعصايه قدام الباب بيشحت وان ابنه رميه. طبعا انا بدي عذر، لان الحقيقه 90% من الناس اللي بتكتب مش أساسا خريجي صحافة. رقم 2 ما يعرفوش أساسا التعبيرات اللغوية معناها إيه.
فده طبيعي، هما ما بيجروش غير ورا الترند، واخد بالك؟ وكمل دفاعه عن والده وقال: لما يجي مجموعه من المضللين الكذابين وعاملين مانشيتات تخلي اللي يقرا يحس ان فاروق فلوكس قاعد بالعصايه وقدام الباب بيشحت وان ابنه رميه. وقال: انا بدي عذر طبعا للناس، لان 90% من الناس اللي بتكتب مش خريج الصحافه، ما يعرفوش اساسا التعبيرات اللغويه وما يعرفوش معناها ايه، وبيجروا ورا الترند وخلاص، زي اللي بيجري سوري في اللفظ ورا جيبه عريانه مش عارف هيلاقي ايه تحت الجيبه. وطبعا النتيجه نزل على اغلب المواقع ان ابويا مش لاقي ياكل وان ابنه رميه. الحقيقة عايز أقول إن كلام الفنان أحمد فلوكس كلامه صحيح، لكن في جزء تاني أو شق تاني هو ما ذكروش. في ناس كتير أو بعض الناس بتكون فاهمة هو يقصد إيه، لكن هم بيحرفوا في التصريحات بتاعت والده وبيكونوا عايزين يعملوا ترند مخصوص من التصريحات دي. يعني من الآخر الكلام بيتاخد ويتحرف، وده بيكون عن قصد، لكن طبعا مش كل الناس بالشكل ده. الناس اللي بتفهم بتكون فاهمة هو قصده إيه. الحقيقة في آخر الفيديو بنحيي الفنان أحمد ووالده، طبعا كالعادة مستنية أسمع آراءكم وتعليقاتكم ومناقشاتكم كمان من خلال الفيديو. مستنية أسمع آراءكم بعد انتهاء الفيديو. وبشكر كل الناس اللي حضرت معايا العرض النهاردة. انتظروني إن شاء الله في حلقة تانية من قناة ياسمينة اليوتيوب وأخبار النجوم، مع الترحيب الخاص بكل الناس الجديدة اللي انضمت للقناة.